خلاصة القول أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مجرم. خلاصة القول أنه مجرم مطلوب، مدان بجرائم ضد الإنسانية، مطلوبنا اعتقاله. خلاصة القول أن بنيامين نتنياهو مجرم، وأن الذي يدافع عنه بعد صدور أمر اعتقاله مجرم مثله. بس كده. قطاع غزة في حالة هستيرية. بطل في امل، يئسنا. اعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو رفضه قرار المحكمه الجنائيه الدوليه اصدار مذكره اعتقال بحقه. واعتبر ان قرار الجنائيه الدوليه باصدار مذكره اعتقال ضده لن يمنعه من مواصله الحرب في لبنان وفي قطاع غزه، مشيرا الى الجنائيه الدوليه التي تحولت بحسب تعبيره الى اداه سياسيه. واكد رئيس الوزراء الاسرائيلي ان الحرب مستمره ولن تتوقف، وان حكومته لن تتخلى عن استعاده المحتجزين في قطاع غزه. وفي تعقيبه على قرار المحكمه الجنائيه الدوليه، قال وزير الامن القومي الاسرائيلي إيتمار بن غفير إن الرد على أوامر الاعتقال يجب أن يكون بفرض السيادة على جميع مناطق الضفة الغربية. كما دعا بن غفير إلى تعزيز الاستيطان والتوسع في بناء المستوطنات. واتهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المحكمة الجنائية الدولية بمعاداة السامية. من جانبه، طالب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بقطع العلاقات والاتصالات مع المحكمة الجنائية الدولية واتخاذ إجراءات ضد الجهات التي أدت إلى فتح الإجراء القانوني ضد نتنياهو وجالنت. وفي سياق متصل، اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن الجنائية الدولية فقدت شرعيتها. أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن نتنياهو ووزير دفاعه السابق جالنت لن يتمكنا من زيارة أكثر من 120 دولة هي الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية. من جانبها، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنه تم إبلاغ نتنياهو بصدور أمر الاعتقال ضده من قبل المحكمة الجنائية الدولية خلال اجتماعه بالمبعوث الأمريكي إلى لبنان أموس هوكشتاين لمناقشة المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار في لبنان. تنضم إلينا الآن من القدس المحتلة الزميلة دانا أبو شمسية، مراسلة القاهرة الإخبارية هناك. مرحبا بك دانا. يهمني جدا أن أعرف انطباع الرأي العام الإسرائيلي عن حقيقة أن رئيس وزرائهم مجرم مطلوب دوليا. هذا ما كان يخافه ويخشاه الشارع الإسرائيلي، بأن تجرجر إسرائيل أو تجر إسرائيل الشعب الإسرائيلي، الحكومة الإسرائيلية، جنود الاحتلال الإسرائيليين إلى المحافل الدولية. اليوم محمد، ليس الخوف فقط من إصدار مثل هكذا قرار متمثل في أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع المقال، بل أن هذا الأمر سيفتح المجال أمام إصدار أوامر اعتقال بحق ضباط أو جنود في صفوف الاحتلال. ولربما يكون هنالك بعض الحسابات التي تحسب لتنفيذ أمر
اعتقال بنيامين نتنياهو كونه رئيس وزراء إسرائيلي، ولكن لن تحسب ولن تؤخذ هذه الحسابات في عين الاعتبار إذا ما كان هنالك أوامر إصدار قرارات اعتقال بحق الجنود الإسرائيليين. والجنود هم في طبيعة الحال من الشارع الإسرائيلي، أي أن التخوف والخوف سيطال الكل الإسرائيلي، وخاصة أننا نتحدث بأن في قانون التجنيد الإسرائيلي كل من يبلغ العمر المناسب للدخول في الخدمة العسكرية يدخلها، وخاصة أن جنود الاحتلال الإسرائيلي حينما قاموا في التوغل البري في قطاع غزة، وتحديدا في بداية التوغل البري في غزة وفي الشمال في قطاع غزة، كان هنالك العديد من مقاطع الفيديو التي صورها جنود الاحتلال بأنفسهم يتباهون في حرب الإبادة، في حرب المجاعة، في جرائم الحرب التي كانوا يخوضونها ويقومون فيها في قطاع غزة. لذلك التحليلات الإسرائيلية تقول بأن إصدار أمر اعتقال في حق رأس الهرم السياسي يفتح شهية محكمة الجنايات الدولية لإصدار أوامر اعتقال بحق أكثر في صفوف جنود الاحتلال، وهذا يجعلهم عرضة للاعتقال في حال زيارتهم للدول الأوروبية أو الدول التي وقعت على معاهدة روما والتي على أساسها تم تأسيس هذه المحكمة الجنائية الدولية. إسرائيل محمد، هل يضعف طلب الاعتقال هذا موقف اليمين الإسرائيلي ويقوي اليسار، ربما اليسار الذي كادت روحه تزهق؟ لربما يحاول اليسار الإسرائيلي والمؤسسات الحقوقية الإسرائيلية الاصطياد في المياه العكرة كما يقال هنا، خاصة أن هنالك التفاف حول هذا القرار الإسرائيلي بضده، أقصد أن هنالك استنكار لهذا القرار سواء من المعارضة من اليمين المتطرف. ولكن بعض المحللين الإسرائيليين يقولون حتى تخرج إسرائيل كدولة من هذه الورطة في المحافل الدولية يجب أن تبدأ بمحاكمة وبمقاضاة من صدر أوامر اعتقال بحقهم من قبل أعلى هيئة حكومية في الداخل الإسرائيلي، أي أن يجب على الإسرائيليين التحرك لمحاكمة بنيامين نتنياهو ولمحاكمة جالنت حتى هذا يفتح المجال أمامهم إما الاستئناف أو الطعن في مثل هكذا قرار كان قد صدر من المحكمة الجنائية الدولية. وإسرائيل لن تسلم رئيس وزرائها إلى محكمة الجنايات الدولية لتنفيذ أمر الاعتقال، بل يجب على بنيامين نتنياهو وعلى نتنياهو أن يذهبوا شخصيا حضوريا إلى لاهاي للطعن في هذا القرار، وإما على الإسرائيليين أن يذهبوا لخلع بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي حتى تخفف عواقب أوامر إصدار القرار أوامر اعتقال بحق بنيامين نتنياهو على علاقة إسرائيل في حلفائها سواء في الدول الأوروبية، في الدول حتى في أمريكا اللاتينية التي داخلة في هذه المعاهدات، وكذلك من الدول العربية هنالك نتحدث عن الأردن التي يحق لها اعتقال بنيامين نتنياهو ويؤف جالنت في حال دخولهم المجال الجوي سواء في طائراتهم أو حتى إلى الأراضي الأردنية. إذن على اليمين المتطرف إما إزاحة بنيامين نتنياهو واستبداله برئيس وزراء آخر، وبهذا تصبح التهمة تلاحق بنيامين نتنياهو كشخص وليس كرئيس للوزراء الإسرائيلي، وإما على إسرائيل أي على السلطة القضائية العليا، وأنت تعلم هذا الخلاف المتأصل في ما يسمى استصلاح النظام القضائي، بأن تبدأ بمحاكمة من صدر بحقهم أوامر اعتقال حتى تقول لمحكمة الجنايات الدولية بأنها تقوم بأخذ الأسباب لتخفيف وطأة وتبعيات إصدار مثل هذا القرار، وخاصة أن لربما هذا يعيق من تحركات بنيامين نتنياهو من يؤف جالنت من العلاقات مع دول الحلفاء، نتحدث عن ألمانيا وهولندا فرنسا وغيرها من هذه الدول، وخاصة على إمدادات إسرائيل العسكرية التي تجعلها مستمرة في هذه الحرب. لكنك تعرفين أن الذئب المخضرم بنيامين نتنياهو قادر على التلاعب بعواطف الرأي العام في إسرائيل، خرج ليقول أنا أفدي مصالح إسرائيل بنفسي لا غضاضة لدي في ذلك، ينطلي هذا الكلام العاطفي على الشعب الإسرائيلي يا دانا؟ تحدثنا في تغطيات وخدمات إخبارية سابقة عن انعدام الثقة الواضح ما بين الشارع الإسرائيلي وبين بنيامين نتنياهو، على الرغم من أنه الأكثر شعبية في صفوف منافسيه في الحزب السياسي، وأقصد بذلك من يتولى
إدارة الحكومة الإسرائيلية في ظل هذه الحرب. وعلى الرغم من هذا ولكن هنالك انعدام ثقة، هنالك من يرى في الشارع الإسرائيلي أن كل ما يقوم فيه بنيامين نتنياهو هو لمصالح شخصية أيديولوجية أو حتى استراتيجية وليست لأهداف أمنية وسياسية، أي أن هذه الكلمات باتت لا تنطلي على هذا الشارع الإسرائيلي، وخاصة أن كل الحملة الدعائية الهجومية التي يخوضها بنيامين نتنياهو وكل الوزراء سواء من وزارة الأمن، من وزير الخارجية، من وزير المالية، من وزير الأمن القومي، كلهم يقولون ويسخرون من هذه المحكمة ويقولون بأنها لا سامية ومعاداة للسامية ومن هذه المصطلحات المكررة المشابهة، حتى أن خطابهم العدائي لا يركز فقط على مهاجمة المحكمة الجنائية الدولية بل على السلطة الوطنية الفلسطينية وضرورة إنفاذ واتخاذ قرارات عقابية لأنها أصبحت جزء من هذه المحكمة ولأن هي من جرت هذه القضية على المحافل الدولية ودفعتها لإخراج مثل هكذا قرارات ضد بنيامين نتنياهو. لذلك بنيامين نتنياهو يحاول استجداء مشارع الشارع الإسرائيلي من خلال القول بأن هذه أكثر حرب عادلة تخوضها إسرائيل، نعم. وبأن على الرغم من كل هذه القرارات التي صدرت بحقه إلا أنه سيستمر في تحقيق أهداف الحرب ووضع على سلم أولوياته إعادة المحتجزين حتى يكسب الشارع الإسرائيلي، ويقول لهم بأن ما وصفته به محكمة الجنايات الدولية بأنه مجرم حرب فقط لأنه يقوم بمحاولة القضاء على القدرات العسكرية لحماس، القضاء على الإرهاب بحد تعبيره، والسماح للمحتجزين بالعودة إلى ديارهم سالمين. الزميلة الكريمة دانا أبو شمسية، أقدم لك وافر امتناني. طالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان الدول الأعضاء وغير الأعضاء بالتعاون فيما يخص مذكرات الاعتقال التي تصدرها المحكمة، وناشد خان الدول الأطراف الوفاء بالتزاماتها بموجب نظام روما الأساسي، مرحبا بالتعاون مع الأطراف غير الحكومية في العمل نحو المساءلة واحترام القانون الدولي. كما أعرب المدعي العام للجنائية الدولية عن قلقه بشأن التقارير عن تصاعد العنف ونقص المساعدات الإنسانية واستمرار الجرائم في غزة والضفة الغربية. رحبت فلسطين بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال ضد نتنياهو وجالانت لارتكابهما جرائم في قطاع غزة، وطالبت فلسطين الدول الأعضاء في المحكمة والدول الأعضاء بالأمم المتحدة تنفيذ قرار المحكمة وتسليم المجرمين إلى القضاء الدولي، وشددت على ضرورة تنفيذ سياسة قطع الاتصال واللقاءات مع المجرمين المطلوبين دوليا. في سياق متصل، رفضت الولايات المتحدة الأمريكية رفضا قاطعا قرار الجنائية الدولية، وأعربت الخارجية الأمريكية عن قلقها العميق إزاء قرار المدعي العام في السعي للحصول على أوامر اعتقال ضد نتنياهو وجالانت، مشيرة إلى أن واشنطن تناقش الخطوات التالية للقرار مع شركائها. في بريطانيا، قال متحدث باسم رئيس الوزراء كير ستارمر إن بلاده تحترم استقلال المحكمة الجنائية الدولية، وأكد المتحدث باسم ستارمر في تصريحات له على أن المحكمة هي الجهة الدولية الأساسية للتحقيق في أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي وملاحقة مرتكبيها. أرحب الآن بزميلي الكريمين من لندن أبو بكر بشير مراسل القاهرة الإخبارية، ومن واشنطن رامي جبر مراسل القاهرة الإخبارية كذلك، مرحبا بكما. وأبدأ مع أبي بكر. زميلي الكريم، قل لي، حينما يتحدث لسان حالي كير ستارمر بأنه يحترم هذه المؤسسة، مؤسسة العدالة الدولية إلى آخره، ما الذي نفهمه من ذلك؟ أنه نتنياهو إذا ما عنا له أن يزور عاصمة الضباب سيسلم أم ماذا؟ لا، أكيد ليس هذا هو المقصود، لأن يعني كما هو معلوم في السياسة البريطانية هناك يعني مستوى عالي من الحرفية في انتقاء الألفاظ. المتحدث باسمي كير ستارمر قال أنه يحترم
يعني سلطة المحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي يحترم استقلاليتها، وحتى إن كان يحترم القرار، الاحترام شيء والالتزام بتنفيذ قرار محكمة الجنائية الدولية شيء آخر. لم يتحدث أبدا ما الفرق بينهما يا أبا ولا بكر أي مسؤول أرجوك. آخر عن التزام. الالتزام بمعنى أن بريطانيا سوف تلزم نفسها بتنفيذ قرار محكمة العدل، محكمة الجنائية الدولية، وإلقاء القبض على المسؤولين الإسرائيليين يوآف جالانت وبنيامين نتنياهو. هذا لو أن الحكومة البريطانية أعلنت التزامها بهذا القرار، لكن احترامها يقف عند حدود أننا نقبل أن للمحكمة الحق في إصدار هذا القرار. أما مسألة التنفيذ مسألة أخرى، يعني حافظ المسؤول البريطاني على المربع الرمادي في معاملة القرار البريطاني. هناك سوابق تاريخية أنه في قرارات محاكم الجنايات الدولية ليس بالضرورة أن تلتزم الدول بتنفيذها وتسليم المتهمين. طبعا سوف تكون يعني انتهكت القانون أو قانون محكمة الجنايات الدولية، وبالتالي سوف تتعرض للتوبيخ ربما والانتقاد، لكن ليست هناك عقوبات كبيرة على الدول التي لا تلتزم بالتنفيذ. لذلك اختار المسؤول البريطاني اللعب على هذا على هذه المفردة وقال الاحترام ولم يقل الالتزام. هذه واحدة. كثير من المناطق الرمادية في تصريح الناطق باسم كير ستارمر هو مثلا استدعى في غير ذات سياق مقارنة إسرائيل من جهة وحماس وحزب الله من جهة أخرى، وشبه امتعض من مساواة المحكمة بين الأطراف الثلاثة. للعلم فقط المحكمة لم تساوي بين أحد، بل أن المحكمة أصلا ليس من اختصاصها محاكمة الدول والمنظمات، هي تحدثت عن أفراد، عن شخص نتنياهو وغالانت، وفي ذات الإطار اتهمت مسؤولين من حركة حماس بارتكاب ذات الفعل وهو جرائم ضد الإنسانية. يعني في هذه السياقات تحاول بريطانيا التمويه كثيرا والتضليل، آخرها كان يعني التأكيد على أن إسرائيل دولة ديمقراطية. يعني لماذا يذهب المتحدث باسم ستارمر ليشدد على أن إسرائيل دولة ديمقراطية في إطار تعليقه على قرار محكمة الجنايات الدولية؟ يفهم من ذلك محاولة التضليل في إطار أن المحكمة أصلا لم تكن تنظر في هل إسرائيل دولة ديمقراطية أو لا، هي تنظر في أن هذه الحكومة بقيادة نتنياهو، هذا الشخص اتخذ قرارات تأتي في إطار ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بغض النظر عن كون الحكومة الإسرائيلية ديمقراطية أو لا بالمقاييس البريطانية. فهناك الكثير من المغالطات في المفردات التي استخدمها المسؤول البريطاني. وكما بدأت أنت الحديث زميلي الكريم، هم بارعون أيما براعة في استخدام المفردات. لغة يا أخي، لغة. أذهب الآن إلى واشنطن حيث رامي جبر. رامي، حكومة الولايات المتحدة إدارة بايدن لا تحترم ولن تلتزم، يعني هي متقدمة خطوة على حكومة كير ستارمر في لندن. مرحبا محمد، صحيح جدا، لا تحترم وترى أن المحكمة الجنائية الدولية ليست جهة اختصاص في هذا النزاع، وهذا ما كررته هذه المرة وما قالته حتى في الأحكام السابقة. هي لا ترى أن المحكمة الجنائية الدولية جهة اختصاص في هذا النزاع، وأنه ليس هناك أدلة كافية من وجهة النظر الأمريكية أن إسرائيل بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت ارتكبت أي جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو انتهاكات لحقوق الإنسان أو إبادة جماعية أو أي من كل هذه الأشياء التي ربما وردت في قرار المحكمة الجنائية الدولية. هناك حقيقة عدة تصريحات ربما لفتت نظري في هذا الإطار، فقط أريد أن أنوه قبل أن أستعرض هذه التصريحات أن الولايات المتحدة ليست عضو في المحكمة الجنائية طبعا. الدولية نعم. وبناء عليه هي ليست مطالبة لا باحترام القرارات ولا بالتسليم بهذه القرارات ولا تنفيذها ثم أخرجها طبعا جورج بوش كما تعرف. بالضبط بالضبط، هي حاليا ليست عضو، وهي عندما تتعامل مع قرارات المحكمة الجنائية الدولية تتعامل بالمزاج،
إذا ما كان القرار يلائم مصلحتها فإنها تثمنه وتصدق عليه وتقول إنه قرار جيد، أما إذا كان القرار مثل هذا القرار لا يتناسب مع مصلحتها فإنها ترفضه على الفور. من بين التصريحات التي لفتت نظري في الحقيقة، أنت استعرضت تصريحات إدارة بايدن، ولكن دعنا ربما نجيب على سؤال سألتني إياه بالأمس محمد، وهو هل هناك فرق بين إدارة بايدن وإدارة ترامب فيما يخص التعامل مع الشرق الأوسط؟ ربما الإجابة جاءت اليوم في هذا التصريح على لسان مايك والتز مستشار الأمن القومي أو المرشح لمنصب مستشار الأمن القومي في إدارة ترامب، والذي قال إن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها مصداقية، معادية للسامية، وأن إدارة ترامب سيكون لها رد قوي على المحكمة الجنائية الدولية بسبب أحكامها الأخيرة. أعتقد أن هذا يعطينا لمحة بسيطة من المستقبل، من مستقبل الولايات المتحدة في التعامل مع الصراعات في الشرق الأوسط، كيف سيكون في ظل إدارة ترامب، والتي يبدو أنها لا تقل انحيازا لإسرائيل عن إدارة الرئيس الأمريكي يعني جو بايدن. في هذا الملف اتفق الرئيس الحالي مع الرئيس التالي مع الرئيس التالي يا رامي. اسمح لي أن أعود إلى لندن حيث الزميل الكريم أبو بكر بشير. يا أبو بكر، حينما كنا نغطي الانتخابات البريطانية التي اكتسحها حزب العمال وعين بموجبها كير ستارمر رئيسا للوزراء، كنا نقول إنه أميل إلى المنطق والعدل والإنسانية والحقوق الفلسطينية إلى آخره بطبيعة التركيب الأيديولوجي لحزب العمال البريطاني. اتضح إنه كلام فارغ يا أبا بكر. يعني يمكن التأكيد على كلامك طبعا، ولكن يجب أيضا المقارنة. يعني إذا كنا نقارن حزب العمال بحزب المحافظين مثلا، فلابد أن نقول أيضا أن العمال لم يرفضوا قرار المحكمة كما فعلت الولايات المتحدة مثلا. يجب القول أنهم التزموا بتعهد انتخابي، هنا فقط يعني ذكر الحقائق وكوننا منصفين. ديفيد لامي وزير الخارجية في حملته الانتخابية كان قد تعهد بأن لا يعترض على محكمة الجنايات الدولية إن هي قررت استصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو وجالنت، وهو الآن لم يعترض. يعني هذا يأتي في سياق الالتزام بالمواقف السابقة والتأكيد على موقف البريطاني القائل بأن بريطانيا تريد التركيز أكثر على الذهاب إلى وقف إطلاق النار أكثر منها أي شيء آخر. يفهم حسب المحللين بأن بريطانيا لم ترفض القرار بالأساس لأنها تقبل به في صيغته الحالية بمفهوم أنه قرصة أذن ليس أكثر لإسرائيل ونتنياهو بالأساس، ربما ليعني وضع مستوى أعلى من الضغط على نتنياهو لجهة دفعه لقبول وقف إطلاق النار بأي من الاتفاقات المعروضة. لكن بكل تأكيد إذا يعني إذا جاءت ساعة الحقيقة وتم التعرض لإسرائيل بمستوى أكبر، فإن بريطانيا أثبتت سابقا أنها تقف مباشرة ودائما لجانب إسرائيل، لكنها لا تمانع من يعني عمالها في ذلك كمحافظيها، وأحيانا هي بوضع بعض النقاط. بكل تأكيد في النهاية العلاقة بين إسرائيل وبريطانيا علاقة استراتيجية أساسية. بريطانيا هي من أسست إسرائيل وهي قاعدة متقدمة لها ولن تتخلى عنها بكل الأحوال، لكن في إطار السياسة يقبل الضغط هنا أو هناك لاعتبارات سياسية. كنت أحب أن أسألك أيضا عزيزي عن التصويت بالأمس على مشروع القرار لوقف إطلاق النار في غزة أمام مجلس الأمن الدولي، هذا المشروع الذي أجهض بفيتو أمريكي. بريطانيا لم تعترض، لم تقدم فيتو بريطاني وهي دولة ذات عضوية دائمة في مجلس الأمن الدولي. بالأمس كنا نفكر على الهواء إنه لو أن الولايات المتحدة الأمريكية لم يكن مضمونا استخدامها لحق النقد لنقضت ذلك بريطانيا، لنقضته فرنسا، لكن هذه الدول لا تستخدم حق النقد لأنها تعرف أن أمريكا ستجهض هذا القرار. ما رأيك؟ متفق تماما، وهذا ما يذهب إليه كثير من المحللون هنا أيضا. إذا كانت الولايات المتحدة هي يعني في النهاية نحن نحتاج إلى فيتو واحد في مجلس الأمن حتى يبطل مفعول أي قرار، وهذا الفيتو مضمون أنه قادم من واشنطن. لا داعي لأن تتلطخ صورة لندن بهكذا قرار، خاصة أن لندن تحاول أن تضع نفسها على مسافة بعيدة نوعا ما عن واشنطن في طريقة تعاطيها مع ملف الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة. حتى بالنسبة للأطراف في الشرق الأوسط يرون
أن واشنطن هي حقيقة تشارك بشكل مباشر في الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، في حين أن النظرة مختلفة نوعا ما إلى العواصم الأوروبية ومن ضمنها لندن. لا تجد بريطانيا حاجة إلى الذهاب إلى يعني الذهاب إلى هذا المربع واستخدام حق النقد الفيدو، لكن هذا لا يعني أنها ترحب بالقرار. مرة أخرى يقرأ في إطار ربما رسائل لإسرائيل أننا لم نعارض هذا القرار، وهذا يعني موقف يبعدنا قليلا عن مواقف تل أبيب وعن العلاقة التاريخية في إطار الضغط السياسي أيضا على إسرائيل. لكن في النهاية الجميع يعلم في تل أبيب وفي لندن وفي واشنطن أن الفيتو قادم من البيت الأبيض والإدارة الأمريكية، فلا خوف كبير على إسرائيل. ولكن مرة أخرى تمرير رسائل سياسية هنا وهناك ربما لاستصدار مواقف متقدمة نوعا ما من نتنياهو ومن الحكومة الإسرائيلية لجهة القبول بعرض وقف إطلاق النار، خاصة أن بريطانيا تختلف مع إسرائيل في قضايا ما بعد الحرب. يعني اليوم التالي للحرب هناك خلاف بريطاني إسرائيلي كبير، لا سيما بريطانيا ترفض شكلا ومضمونا فكرة بقاء إسرائيل في قطاع غزة تحت بند الاحتلال، هي ترفض ذلك تماما. حتى وإن كانت إسرائيل لا تقول أنها تريد احتلال قطاع غزة، بريطانيا متمسكة بحل الدولتين، أو هذا ما تقوله على الحد الأدنى، وحل الدولتين، يرفض الاستيطان في الضفة الغربية واحتلال قطاع غزة، ويرفض كل ما يقوم به نتنياهو منذ عام وأكثر بالأساس. وفي هذا الإطار يأتي الضغط عبر السماء أو احترام قرار محكمة الجنايات الدولية وعدم الذهاب إلى استخدام الفيتو في مجلس الأمن. اسمح لي أن أعود الآن بسؤال أخير إلى واشنطن، حيث الزميل رامي جبر. يا رامي، كنا نتحدث عن الرئيس الحالي والرئيس التالي وأن الموقفين لا يختلفان بشأن التطورات المتعلقة بإسرائيل في إقليمنا هذا المنكوب بإسرائيل، لكن الجمهوريون كما تعرف لديهم يعني قدر من الإفراط فيما يتعلق بمحبة إسرائيل ربما يفتقر إليه الديمقراطيون. يعني هناك سيناترز مشرعون أمريكيون من الحزب الجمهوري يتحدثون عن عقاب القضاء في الجنائية الدولية. تصور لو أن هذا الكلام قيل في أي دولة غير أمريكا العملاقة، لو أنه قيل في أي دولة أخرى لاعتبر جريمة تهتز لها أركان النظام. لا يهتز أحد حين يقال ذلك لديك في واشنطن يا رامي. لا، في الحقيقة محمد لا أحد يهتز عندما يقال ذلك، حتى الإدارة الأمريكية، وإن كانت الإدارة الأمريكية الحالية الديمقراطية، وفي الموقف السابق أتذكر في الحكم، ربما ليس هذا الحكم الذي كان قبله، حكم الجنائية الدولية أو طلب مدعي عام الجنائية الدولية باستصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وجالانت وبعض قيادات حماس منذ عدة شهور، عندها بالفعل برز هذا الرأي الذي تحدثت عنه محمد من جانب الجمهوريين في مجلسي الشيوخ والنواب، وقالوا إنه يجب أن نوقع عقوبات على قضاة المحكمة الدولية حتى ولو كانت عقوبات رمزية فقط، بمنعهم من حق تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة أو إلغاء تأشيرات دخولهم إلى الولايات المتحدة. هو عقاب رمزي اعتادت الولايات المتحدة أن توقعه على، لكنه في نهاية الأمر يا رامي نوع من الضغط على قضاة من الانحراف أن يضغط عليهم. صحيح تماما، صحيح تماما. أنا فقط كنت أريد أن أقول لك إن الإدارة الأمريكية في ذلك الوقت، الإدارة الأمريكية الديمقراطية، قالت إنها ربما لا تتفق كثيرا مع مسألة توقيع العقوبات على قضاة المحكمة الجنائية الدولية أو مدعي المحكمة الجنائية الدولية، وأن لها نهجا آخر مختلف في التعامل مع هذا القرار، ولكنها منفتحة أيضا في مناقشة كل الخيارات المطروحة في التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية، سواء مع أعضاء الإدارة الآخرين أو مع أعضاء الكونغرس الأمريكي الذين طالبوا بتوقيع العقوبات على القضاء. أي أن الإدارة الأمريكية وإن كانت ربما لا تميل إلى هذا الرأي، ولكنها ليس لديها مشكلة في أن تناقشه، وهو مسألة توقيع
على القضاء. إلى هذه الدرجة يعني تنظر الولايات المتحدة إلى المحكمة الجنائية الدولية، لن أقول بنوع من التقليل ولكنه بنوع من الاستخفاف وعدم الاهتمام. هي لا تهتم بقرارات المحكمة الجنائية الدولية، ترى أنها ليست جهة اختصاص، وفي النهاية نظرا لعدم عضويتها في المحكمة كما أسلفنا فإنها تتعامل مع كل حكم بالقطاعي، يعني تتعامل مع كل حكم على حدة، وترى في هذا القرار ربما أنه موافق لمصلحتها فتؤيده وتثمن عليه، وإن كان القرار غير موافق لمصلحتها فإنها ترفضه مثلما رفضت وبشكل قاطع. يعني هذا التعبير استخدم اليوم في البيت الأبيض على لسان المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، أن الولايات المتحدة ترفض بشكل قاطع قرار المحكمة الجنائية الدولية واستصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وجلت، وأن الأمر يقلق بايدن. هذا المسعى من مدعي المحكمة الجنائية الدولية تجاه إسرائيل يقلق الرئيس الحالي جو بايدن. أقدم وافر امتناني لزميلي الكريمين رامي جبر في واشنطن وأبي بكر بشير في لندن. مشاهدينا الكرام، الآن تنضم إلينا نخبة من الضيوف الكرام كي نواصل تأمل سؤال واحد في الحقيقة: هل سنرى بنيامين نتنياهو في القفص كما حدث مع الصربي ميلوشيفيتش مثلا؟ لا أعرف، لكن دعونا نستطلع آراء ضيوفنا الكرام، من الناصرة نظير مجلي الخبير في الشأن الإسرائيلي، ومن القاهرة أشرف العشري مدير تحرير صحيفة الأهرام المصرية العريقة، ومن واشنطن الدكتور ماهر عبد القادر عضو الحزب الديمقراطي. مرحبا بكم ضيوفي الأجلاء. أستاذ نظير، هل سنراه في القفص في المدى المنظور لأعمارنا سيدي؟ يا أستاذ محمد وبضيفيك الكريمين وبالأخوة المشاهدين والمشاهدات، ليس بالضرورة أن نرى نتنياهو في قفص الاتهام بشكل فيزيائي، يعني أن يكون هو بجسمه ولحمه ودمه هناك، ولكن من دون شك أن القرار يعني أن حكومة إسرائيل والجيش الإسرائيلي وكل ممارساتهم في قطاع غزة والضفة الغربية والآن في لبنان تضعهم في قفص الاتهام أمام العالم على أنهم ارتكبوا جرائم حرب. فالقرار هو بحد ذاته، والأهم من اعتقال نتنياهو أو جالنت هو إدانة للممارسات الإسرائيلية. القرار يعني أن المحكمة وصلت إلى قرار وقناعة بأن هنالك جرائم حرب ارتكبت ضد الشعب الفلسطيني من السياسة الإسرائيلية بكل تفاصيلها العسكرية والقيادة السياسية، وهذا أمر بالغ الأهمية، ربما لا يأتي بنتائج عكسية فورية، بل إن الحكومة الإسرائيلية تعلن أنها تدعو الجيش الآن إلى تجديد قبضته على أهل غزة وعلى أهل الضفة الغربية عقابا لهم وللسلطة الفلسطينية أيضا معاقبتها واتخاذ. سموتريتش قال إن الرد المنطقي هو أن نحتل كل الضفة، يعني يهودا والسامرة كما يقول. نعم، ربما لن يحتلوا الضفة أكثر، هم هي محتلة، ولكن أن يقصد أن يضموها إلى إسرائيل. نعم، ولكن الممارسات الإسرائيلية هناك هي مستمرة، وهذه واحدة من أهم المشاكل التي واجهتها إسرائيل. المحكمة كما نعرف أخذت شهورا طويلة حتى وصلت إلى هذا القرار. خلال هذه الشهور لم تكن تبحث كل الوقت في الملف، كانت تنتظر وتعطي إشارات لإسرائيل على الأقل أن توقف الجريمة، توقف استمرار الحرب بالطريقة التي تقودها فيها، ولكنها لم تفهم إسرائيل واستخفت في هذا القرار، وكذلك الولايات المتحدة. ولذلك بعد أن يأسوا من إمكانية أن توقف إسرائيل وتحدث تغييرا في سياستها اتخذوا هذا القرار، واتخذوه ويجب أن يقال بشجاعة متناهية، لأن الحديث كان عن عملية ضغط غير طبيعية على المحكمة وعلى كل من يعمل في المحكمة، قضاء، محامين، مدعين، موظفين، لم يسلم أحد في المحكمة من الضغوط الإسرائيلية والتهديدات الإسرائيلية والأمريكية. وإبراهيم خان المدعي العام تلقى ضربة غير عادية بأن فتحوا له ملف ملاحقات وتحرش جنسي، وكل هذا في إطار هذه الحرب، ومع ذلك المحكمة أخذت قرارها. من هذه الناحية يعتبر القرار تاريخيا، لأنه يفتح الباب أمام معارك ما بين العدالة وبين الاحتلال الإسرائيلي وكل من يسانده.
وهذا أمر غير مسبوق في الدول التي تدخل في باب أو تحت إطار ما يسمى الدول الحرة والديمقراطية. صحيح. الآن العالم أستاذ نظير الطلقة خرجت من فوهة المسدس، أقصد أنه حتى لو ثبت أنه كريم خان شيطان له قرون، الطلقة خرجت بالتأكيد ولا مجال للرجعة فيها. هذا قرار لا يجوز الاستئناف عليه، لا يجوز إلا إذا في حالة واحدة، أن يسلم نتنياهو نفسه ويدعي في المحكمة أنه مظلوم. أيوة. وهذا لن يحدث، لأن نتنياهو يعني يتبجح في هذا القرار. لكن صدقني يا عزيزي محمد، ما يجري الآن في إسرائيل على الرغم من كل الرد العصبي، رجال القضاء الإسرائيليون يجلسون ليل نهار الآن يبحثون، سيبحثون ماذا سيفعلون إذا هذا التطور، لأن هذه المسألة لها تبعات. الآن الدول العالم ستفحص كل تفصيل صغير وكبير في هذه الحرب، وستشعر أن لديها مسؤولية إذا ما يجري في قطاع غزة وفي الضفة الغربية. وأصدقاء إسرائيل الحقيقيون سيمارسون الضغوط عليها لكي توقف هذه الحرب ولا تستمر فيها. يعني يوجد تبعات لهذا القرار من وراء الكواليس غير معروفة، ولكن في إسرائيل يعرفونها جيدا وبدأوا يتحدثون عنها ربما بالأمس ووراء الكواليس، ولكنها جارية بشكل نشط وفعال جدا. سنعود إليك أستاذ نظير. الآن نذهب إلى القاهرة حيث الأستاذ أشرف العشري. أستاذ أشرف، هل تضع أوامر الضبط والإحضار هذه الدول ذات العلاقة بإسرائيل في حرج سواء في الإقليم أو عالميا؟ هل الدول التي لم توقع على نظام روما الأساسي مضطرة لتسليم نتنياهو إذا ما سافر إليها أو مر بأجوائها؟ أسئلة محيرة والله أستاذ أشرف. مساء الخير أستاذ محمد ضيفك الكرام. بكل تأكيد سواء زي الدول موقعة أو غير موقعة، الجميع ملتزم بتوقيف نتنياهو في أي مطارات العالم، لأن لا تنسى أن 198 دولة موقعة على قرار الانتربول الدولي والنشرة الحمراء، وبالتالي سواء وافق الذين وقعوا في روما 124 دولة بالإضافة للسلطة الفلسطينية 125 دولة أو لم يوقعوا، الجميع ملتزم بقانون الانتربول الدولي والنشرة الحمراء فيما يتعلق بالتعقب وتسلم نتنياهو بمجرد أن تضع قدماه أي مطارات العالم أو أي منطقة من العالم. دعنا نتفق على أن هذا القرار يرى نوع في سبيل أنه يوم حزين ويوم أسود، وقال نتنياهو أنه يشعر بالعار وما إلى ذلك. كل هذه أعتقد أنها جزء من الصفعة التي تلقتها إسرائيل ونتنياهو اليوم، وربما صدمة كبيرة في الوساطة الإسرائيلية لأول مرة في تاريخ الإسلام العربي الإسرائيلي منذ 75 عاما نجد شخصية إسرائيلية مدانة يتم بتجريمه كمجرم حرب بعد سلسلة من المذابح والمقاتل في إسرائيل على مدار 75 عاما. وبالتالي هذا الأمر شكل صدمة كبيرة، وربما ستكون وصمة في جبين وتلطيخ ما يتعلق بقارة إسرائيل بأنه مجرم حرب، ليس فقط فيما يتعلق بنتنياهو وجالانت. أعتقد أن هناك مفاجآت كثيرة تحدث عنها خلال الكريم. لكن هذا التأثير الأخلاقي السلبي أستاذ أشرف، هل له ثمن؟ أقصد أنه عن أي أخلاق نتحدث؟ هؤلاء ناس يقتلون بعشرات الألوف، يعني هؤلاء ناس يتحدثون عن تجويع المدنيين حتى يموتوا جوعا ونخلص منهم، فكيف تؤثر عليهم حكاية الانتحار الأخلاقي هذه؟ بإدانة دولية، بموقف دولي من المجتمع الدولي، حتى أصدقاء إسرائيل، حتى منذ ساعات مع عدد الذين كانوا يخططون زيارة إسرائيل، على سبيل المثال وزير خارجية هولندا ألغى زيارته، كل أصدقاء إسرائيل في أوروبا، حتى ألمانيا التي كانت تعتبر الدولة الثانية في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية تشكل الحاضنة لإسرائيل، خرجت وقالت منذ قليل أنها ملتزمة بتطبيق قرار المحكمة الجنائية الدولية، المحكمة الجنائية فيما يتعلق بضرورة أن يكون هناك تنفيذ هذا القرار. فرنسا، السويد، حتى هولندا، كل ما كانوا يعرفون بأصدقاء إسرائيل الآن يتنصلون من دعم إسرائيل ويتهربون باتجاه أنهم ملزمون بتنفيذ القرار الدولي، وبالتالي إسرائيل تجد نفسها منبوذة معزولة، وسوف يسعى عليها في المدى القريب وليس حتى في المستقبل البعيد. لا تنسى أن هناك بالفعل درجة كبيرة الآن من شيقنة المحكمة والركون والتعويل على مجيء ترامب، لأن إسرائيل الآن أمامها ثلاث خيارات الآن من خلال خبراء القانونيين ووزارة الخارجية الإسرائيلية تدرس ماذا سوف تفعل مع أصدقائها في أوروبا وفي العالم، إمكانية أن يكون هناك تعطيل أو تجديد لهذا القرار وستفشل فيه. الخطوة الثانية تدرس إمكانية أن يكون هناك بالفعل طرح مجموعة من المبادرات أمام ترامب حتى يستطيع شيقنة هذه المحكمة وينفي
هذا القرار أو يعطله. شيء الثالث أن إسرائيل تسعى لإمكانية البحث عن ثغرات في هذا القرار لإمكانية الدخول منه، لكنها كل ثغراتها محكوم عليها بالفشل، لأن هذا القرار نهائي بت لا يمكن التعويل على إمكانية أن يكون النقض عليه. كما قلنا مع الأستاذ مغير، الطلقة خرجت من المسدس. أستاذ أشرف، أذهب الآن إلى واشنطن حيث سعادة الدكتور ماهر عبد القادر عضو الحزب الديمقراطي. يا دكتور ماهر، كيف يمكن للديمقراطيين أن يستهينوا هذه الاستهانة، أتحدث عن إدارة الرئيس جو بايدن، أن يستهينوا هذه الاستهانة بمؤسسة دولية للعدالة وقع على ميثاقها الأساسي العالم بأسره إلا ما ندر؟ أقصد، ألا تعد هذه إهانة لإرادات هذه الدول، إهانة أمريكية واضحة؟ أتفق معك. يعني أول شيء تحياتي إلى كل السادة المشاهدين وللضيوف الكرام. أنا أتفق معك إنه أمريكا تعتبر هذا إهانة. أولاً يعني يجب أن نعرف أن أوروبا والعالم الغربي يعتبروا إسرائيل جزء لا يتجزأ من العالم الغربي، عندما يرددوا أنها الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط يعتبروها جزء لا يتجزأ منها. فالآن هذا القرار يعتبروه خاصة في أمريكا الجمهوريين والديمقراطيين إنه يهز عرش الإمبراطورية الأمريكية. فهناك في تناقض، يعني أمريكا متوقعة على اتفاق روما وليست عضو في محكمة العدل الدولية، ولكن عندما صدر القرار في حق بيوتن هل له ورحبوا به؟ الله يفتح عليك يا سيدي. والله يا دكتور، يعني أنت أمسكت بمربط الفرس، يعني صفقنا للقرار حينما استهدف فلاديمير بوتين. عظموا بالمحكمة وصوبوا بها وأنها فعالة وأنها جسم جيد، ولكن الآن لنذهب إلى بعض الرموز القوار التي قالها يعني زعماء إسرائيل أو الناس القادة في إسرائيل دون تسميتهم، ولنذهب ماذا قالت أمريكا بكل الحزبين. يعني في إسرائيل تخبطوا جدا جدا، وتخبطهم له يعني جدية، ومعهم حق أنهم يتخبطوا، لأنه لأول مرة يفضحوا. هناك نقطتين في القرار. القرار الأول، النقطة الأولى في القرار اللي بقرأه بتمعن، يقول أن هناك جريمة حرب ترتكبها إسرائيل متمثلة بالتجويع الإنساني. النقطة الثانية أن إسرائيل تقوم بقتل واضطهاد جماعي للإنسانية في فلسطين. فهذول النقطتين عم بيحروا كل ما تمثل إسرائيل من كذب على الناس في إنها دولة ديمقراطية وإنها عندها جيش كثير ملتزم. ولنرى بعض المقولات لسياسة إسرائيل، يقولوا إن القرار مهزلة تاريخية ووصمة عار، يوم أسود في تاريخ إسرائيل، إنه استهداف للديمقراطية، أن المحكمة فقدت شرعيتها، قرار سخيف دون سلطة، سابقة خطيرة، قرار يشجع على الإرهاب، قرار معادي للسامية. كيف لهذا القرار أن يشجع على الإرهاب؟ كيف هذا القرار يشجع على أنه ضد السامية؟ نذهب إلى أمريكا. أمريكا تقول نحن قلقين جدا جدا إزاء اندفاع المدعي العام، وأن الولايات المتحدة تقرس الأمر مع إسرائيل اللي هي شريكة. فالآن أمريكا تعترف بطريقة أو بأخرى إنها شريك بإسرائيل، وأن القرار يمسها بطريقة أو بأخرى. وهذه هي الإدارة الديمقراطية يا دكتور، التي بالضبط. يعني نصنفها على أنها الأقرب إلى الحق والعدل والخير والجمال، وهذا الكلام الفلسفي الذي لا وجود له في أرض الواقع. سأعود إليك سيدي، لكنني أذهب الآن إلى الناصرة مجددا حيث الأستاذ نظير مجلي. أستاذ نظير، من خلال معرفتنا بأنماط سلوك بنيامين نتنياهو، الخوف التالي هو ما يطفو على سطح أذهاننا في هذه اللحظة، الخوف من سياسة عصا موسى. يعني هو يعرف إنه هذا صخب وسلبي وليس في صالحه، عليه أن يفجر صخبا أكبر، مصيبة أكبر
لكي تزيح جانبا حكاية الجنائية الدولية وطلب التسليم إلى آخره. ربما مثلا يختار الميل إلى سيناريو سموتريتش ويضم يهودا والسامرة، شيء من هذا القبيل، مصيبة كبيرة تطبخ يعني، ما رأيك؟ أولا هذا احتمال وارد، لكنني أعتقد أن الاحتمال أقل من احتمالات أخرى، لأن الأجهزة القضائية التي تبحث الآن في قرار المحكمة وكانت قد بدأت تستعد لخطر مثل هذا القرار، لكنها توقعت أن يؤدي الضغط إلى تخفيف هذا القرار وعدم الوصول إليه، ولكن عندما بحثت هذا الموضوع أخذت في عين الاعتبار صدور هذا القرار. الخوف هو الآن من القرارات الباقية، التبعات لا تقتصر فقط على نتنياهو وجالن، هي تشمل أي كل من ساهم في هذه الحرب التي احتوت على جرائم ضد الإنسانية، بمعنى قادة الجيش الإسرائيلي، قادة المخابرات الإسرائيلية. يعني نحن الآن نتحدث، يوجد الآن ضابط إسرائيلي في سجن في اليونان نتيجة لأنهم من يتابع هذه الأمور أبلغ السلطات اليونانية أن ضابطا إسرائيليا شارك في الحرب وهو متورط في الجرائم وموجود على أرض اليونان اعتقل، وحتى الآن منذ أسبوع كامل إسرائيل لا تستطيع إطلاق سراحه. وهذا الأمر ينبغي أن يشير إلى من الذي يقوم بمثل هذا النشاط. توجد قوى كثيرة بينها إسرائيليون رجال قانون ومن حركات السلام التي تقف ضد هذه الحرب العدوانية وضد وحشيتها بهذا الشكل، يقومون بنشاط في كل أنحاء العالم، يلاحقون جنرالات الجيش ومسؤولين سياسيين في الحكومة بموظفين كبار ووزراء وأعضاء كنيسة، كل من ساهم في أن تكون هذه القرارات هناك من يلاحقهم الآن في العالم. هؤلاء من الممكن أن يعتقلوا، ولذلك الغالبية الساحقة منهم ستمتنع عن السفر، وهذا ما يقلق الإسرائيليين الآن. فإذا جاء الآن نتنياهو وأراد أن يورط إسرائيل في المزيد من الضربات والمزيد من الجرائم الحربية، فهذا سيكلفهم ثمنا باهظا. ولهذا باعتقادي أن يعني بلحظة غضب من الممكن أن يتصرفوا من خلال الغرائز، ولكن عندما يتحكم العقل خصوصا عند أولئك الذين لا يريدون لنتنياهو أن يدخل إلى قفص اتهام، هؤلاء يحاولون أن يحذروا الآن المسؤولين الإسرائيليين من مغبة الإقدام على مثل هذه الخطوة، ومن يريد نصيحة إسرائيل يقترح عليها أن تتخذ اتجاها عكسيا، بمعنى أن توقف الحرب، أن توقف هذه الممارسات الوحشية، وأن تبدأ بانعطاف معين لتخفيف غضب العالم عليها، لأن هذا غضب حقيقي. والله أنا لا أعرف يا أستاذ نظير، هؤلاء الذين يتوسمون خيرا في نتنياهو وحكومته وفي هؤلاء الناس عموما، يعني كأنهم ينتظرون أن يبيض الديك، يعني يحاولون على الأقل محاولات جدية. ونتنياهو نفسه هو ليس ذلك الأهمل، ويعرف أن هنالك مخاطر لهذه السياسة، سيتصرف الآن بتصريحات وغير ذلك، وربما هو نفسه أكثر الخائفين من هذا القرار. من الممكن أن يتخذ إجراءات أخرى، ليس بأن يصبح رجل سلام طبعا، أنا أتحدث عن حذر من أخطار تبعات هذا القرار على آخرين، وهذا سيجعله في يعني الآن في إسرائيل يقولون هذا القرار بدأ في نهاية نتنياهو السياسية. أفهم ما ترمي إليه أستاذ نظير. أعود الآن إلى القاهرة حيث الأستاذ أشرف العشري. أستاذ أشرف، من المفارقات أنه إسرائيل نتنياهو لم يترك من قادة حماس أحدا حيا تتهمه الجنائية الدولية إلى جواره وجوار جالنت، قتلهم جميعا يا أستاذ أشرف. كل تأكيد، حتى بفهم محمد الضيف اللي صدر قرار من الجنائية الدولية باعتقاله أيضا مع نتنياهو وجالنت. لكن دعني أحدثك أن لأول مرة أيضا أرى أن الإعلام الغربي الذي يشكل حاضنة
وتأييد مطلق لإسرائيل خرج في الساعات الماضية واتهم تصريحات نتنياهو وجالنس ومنغافير وسوريتشي وحتى المعارضة الإسرائيلية بأنها وقاحة سياسية صدرت عن إسرائيل في الساعات الماضية، وهذا في حد ذاته تحول في الإعلام الغربي. أرى أن المقالات وأيضا مواقع كثيرة إخبارية العالمية ومحطات عالمية كبيرة وصفت هؤلاء بالوقاحة السياسية، وأعتقد أن هناك حالة من إرباك في إسرائيل، بالإضافة لأن هذا القرار الذي صدر هو يدين ليس فقط كما قال الأستاذ نظير، لكن يدين أيضا كل من اشترك أو ساهم. وأعتقد المطلب الثالث سيكون باتجاه رئيس الأركان، سيكون مفاسة، سيكون أيضا مطلوب للجنائية الدولية، لأن هناك قضايا ستتحرك كما قال السيد كريم خان في الساعات وفي الأيام القادمة، وأنه سيفجر مفاجآت عديدة. لكن دعني أحدثك أن ما حدث من قبل الجنائية الدولية هو بداية الطريق، لأن هناك قرار منتظر أيضا من محكمة العدل الدولية خلال أسابيع فيما يتعلق بتجريب إسرائيل دولة وحكومة وأيضا جيش، وهذا القرار سيتم البعث به أو جسد به إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة. إذن إسرائيل بدأت توقي حوطها من كل جانب، وأعتقد أنها ستجد نفسها الآن في كثير مغروسة في كثير من الوحول، وسيجب عليها أن تغير المعادلة باتجاه إمكانيات أن يكون وقف لإطلاق النار والحرب في المرحلة القادمة. ستبدأ بجانب لبنان في ضوء زيارة كشتين، لكن أعتقد غزة تحتاج إلى بعض الوقت إلى أن يكون هناك نصيحة من الإدارة الأمريكية بدولة أن تتوقف هذه الحرب، تتوقف جرائم القتل والإبادة والتنكيل، وأن تذهب إلى محاولة المقايضة مع الجنائية الدولية والمجتمع الدولي بوقف القتال في غزة. وأعتقد أن هذا الأمر لن يخول على المجتمع الدولي، لأن نتنياهو سيظل مطارداً ملاحقاً، وستصدر لمحكمة العدل الدولية أيضاً قرارات أخرى شبيهة بأكثر قسوة من الجنائية الدولية في الأسابيع القادمة. وربما سجد نفس إسرائيل نفسها بالفعل محاطة بكثير من الغضب لدى أصدقائها، لدى كثير من أنصارها، وربما تغير المعادلة في المرحلة القادمة. وهي قرارات لا تسقط بالتقادم يا أستاذ أشرف. بالتقادم ستظل مستمرة إلى الأبد، وستظل ملاحقات قائمة إلى الأبد وملاحقات قائمة. وأعتقد أن لن تستطيع نتنياهو ولا جلانته أي من قادة إسرائيل حتى الذين ساهموا أو شاركوا أو أيدوا بحرب في غزة أو في جنوب لبنان الذهاب إلى أي عاصمة في الشرق الأوسط أو في العالم، لأنهم سيجدوا نفسهم مجبرين ومضطرين أن يطبقوا القرار الدولي فيما يتعلق بالإنتربول الدولي والنشرة الحمراء، لأن نتنياهو وصورهم وأسمائهم ستوزع على كثير من دول العالم عن طريق الجنائية الدولية كمتهمين ملاحقين أيضا مجرم حرب في هذا الشأن. وبالتالي أرى أن الطوق بدأ يضيق حول رقبة نتنياهو، وربما تأتي نبوءة الصحافة الإسرائيلية في الأيام الماضية أن ترامب ربما يتخلص من نتنياهو عندما يصل إلى البيت الأبيض، لأنه يريد أن وهذا هو موطن سؤالي لسعادة الدكتور ماهر عبد القادر في واشنطن. يا دكتور، قدم لنا تصورا للطريقة المثلى التي ينبغي أن يتعامل بها الإقليم مع الرئيس التالي للولايات المتحدة الأمريكية حين ينصب، الرئيس المنتخب دونالد ترامب. أولا هناك نقطتين للإجابة على السؤال. أمريكا ستعد العدة لأول مرة بأنه دول العالم الثالث عندها نشوة بهذا القرار، فرحة كبيرة، لأنه في السابق كل قرارات محكمة العدل الدولية كانت لأناس وزعماء من دول العالم الثالث، وكأن الغرب لا يمكن لأحد أن يستطيع أن يمسه. فالآن الولد المدلل للغرب لأوروبا وأمريكا اللي هو إسرائيل وضعوه في صورة أنه مجرم ومجرم حرب وضد الإنسانية، أمريكا ستنظر إلى ذلك. لكن ترامب إذا نظرنا إلى تعيينه إلى الصقور، هذه الصقور كلياتها ماخذة مواقف حادة جدا جدا من قضية الشرق الأوسط ومتضامنة مع إسرائيل. لننظر ماذا قال ترامب اليوم صباح هذا اليوم، يعني يتهزأ بقرار محكمة العدل الدولية عندما قال وصفه بأنه مزحة خطيرة. نعم. ولمجلس الشيوخ أن يتحرك ويعاقب كل المسؤولين عن هذا القرار. تعرف سيدي الكريم أنه هذه التوصية جريمة في حد ذاتها. 100%. لكن عندما يكون وزير الخارجية المقترح روبيو يقول إسرائيل انهي غزة انهيها ونحن معكم لأنه هذول إرهابيين، هذا الإنسان فقط يحاول أن طول عمره بالكونغرس
يحاول أن يدافع عن إسرائيل والصهيوني أكثر من الصهاينة. نفس الشيء الناس اللي كلهم وزير الدفاع الأمريكي يعني يتهجم على الدول العربية والإسلامية وخاصة على الفلسطينيين ويحاول أن يدعم إسرائيل بشكل غير معقول. للأسف يا دكتور الوقت تداركنا، في جملة لو تكرمت، ما الذي توصينا به في إقليمنا هذا؟ كيف نتعامل مع ترامب وإدارته كما وصفت يعني؟ أنا أعتقد إنه أمريكا ممكن لثلاث دول فقط أن تهدد أمريكا وتقف أمامها موقف الأسد. إذا استعهدت السعودية والأردن ومصر وقالت يعني بالإنجليزي بيقولوها كفاية لنقف ونضرب الضرب ونعمل على السلمي، ويعني صار مشاكل كثيرة في العالم العربي وطلبوا مساعدة إندونيسيا كدولة إسلامية وباكستان وتركيا. إذا هذا الحل صار أعتقد أنه هذا الحل سيقف سامحا قويا أمام أمريكا، وأمريكا ويمكنه أن يضغط على إدارة دونالد ترامب. يعني أشك في ذلك يا دكتور، لكن هذا حل من الحلول، يعني في وقت السيناريوهات فيه شحيحة هذا سيناريو يمكن أن نعدله وأن ننظر فيه وأن نسير في اتجاهه. أشكرك جزيل الشكر سعادة الدكتور ماهر عبد القادر عضو الحزب الديمقراطي، شرفتنا من واشنطن، وافر امتناني أقدمه للأستاذ أشرف العشري مدير تحرير صحيفة الأهرام المصرية العريقة، وكذا عميق امتناني أقدمه للأستاذ نظير مجلي الذي شرفنا من الناصرة وهو الخبير في الشأن الإسرائيلي. مشاهدي الكرام، الشكر الجزيل لكم بدوركم، إلى اللقاء.